بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذا الحديث استوقفني طويلا لأنه يمثل واقعنا اليوم. يعني نرى النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث وكأنه يعيش بيننا صلى الله عليه وسلم. الآن نرى بأن الأمة الإسلامية ضعيفة جدا، ومعظم الأمم تتداعى عليها لتنهش بها، وكأن هناك فريسة ضعيفة. حديث يمثل الواقع الذي نعيشه اليوم أيها الأحبة، وينبغي أن نتأمل فيه لأنه دليل على اقتراب يوم القيامة. يعني هو بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح هو واقع مؤلم، ولكن النبي يحذرنا أن يوم القيامة قريب، ويعطينا الإجراء الذي يجب أن نتخذه لنعيش حياة مطمئنة اليوم، حياة سعيدة، ولا نصبح من هؤلاء الضعفاء الذين قذف الله في قلوبهم الوهن الضعف. قال عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الحديث في السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله، يوشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. سبحان الله، يعني مجموعة من الناس يهجمون إلى قصعة الطعام ليأكلوا. طبعا استغرب الصحابة. أيها الأحبة، قبل أن أكمل، هذا الحديث دليل على صدق النبي وأنه رسول الله. تعلمون لماذا؟ لأن إنسان يكذب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يتهمونه أنه يكذب وصنع دينا لنفسه، لن يتكلم بهذا الكلام، ولن يستطيع أن يتكلم بهذا المنطق. سيقول دائما أنتم ستصبحون أقوياء وكذا إلى ما لا نهاية، لكي يقنعهم أن دينه حق. يضحك عليهم، يكذب عليهم. يعني اليوم يعني عبر التاريخ الدكتاتور يوهم شعبه بأوهام وأشياء وكذا وأحلام، وكلها كذب بكذب. أما أن يتحدث بشكل واقعي ويتنبأ عن ماذا سيحدث، عما يعني عن الشيء الذي سيحدث في المستقبل بعد 1400 سنة، فهذا يشهد على أنه رسول الله، وأن الذي أنبأه هو الله تبارك وتعالى. طبعا هنا استغرب الصحابة رضوان الله عليهم، يعني الحديث قاله النبي وهم في مرحلة قوة، كان الإسلام ينتشر، فتفاجأوا. قال قائل منهم: ومن قلة بنا نحن يومئذ؟ يعني هل نحن عددنا قليل؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير. 2 مليار. قال: بل أنتم يومئذ كثير. كثير، عدد المسلمين اليوم يقترب من 2000 مليون مسلم، 2 مليار. قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى التشبيه، ولكنكم غثاء فقاعات فارغة. سبحان الله، سبحان الله، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل ماذا يحمل معه؟ فقاعات، يحمل معه أشياء ليس لها لزوم، أوراق، أشياء يعني لا قيمة لها. المواد الثمينة والمعادن تمكث في الأرض، ولكن هذا الزبد، السيل يحمل معه زبد وأشياء لا لزوم لها. بالفعل نحن اليوم وبخاصة يعني الأمة الإسلامية اليوم ضعيفة جدا أيها الأحبة، في مجال الاقتصاد ضعيفة، في مجال التصنيع ضعيفة، في مجال الاختراعات ضعيفة، في مجال العلوم الفضاء ضعيفة. تشبيه نبوي واقعي يشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. سبحان الله، يعني أنا أريدكم أحبتي في الله أن تتخيلوا المناسبة التي قيل في هذا الحديث.
تتخيل قوة الصحابة والانتصارات التي كانوا يحققونها بعد غزوة بدر وفتح مكة، وكان عدد الصحابة كبيرا جدا والمسلمون ينتصرون والناس يدخلون في دين الله أفواجا. يقول لهم: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة. بالفعل اليوم انظروا إلى وضع العالم الإسلامي للأسف الشديد. يعني طبعا هذا فيه بشرى، الآن سأخبركم كيف سنستنبط هذه البشرى. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: وليقذفن في قلوبكم الوهن أو الوهن. سيقذف في قلوبنا الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ أيضا استغربوا، يعني هو يحدثهم عن شيء في زمنهم غير منطقي، ولكننا اليوم نراه بأعيننا. ألا تروا معي اليوم ضعف العالم الإسلامي على الرغم من تعداده 2 مليار؟ ألا ترون معي الوهن الذي أصاب هذه الأمة اقتصاديا واجتماعيا وكل النواحي؟ قال قائل: وما يا رسول الله، وما الوهن؟ قال عليه الصلاة والسلام: حب الدنيا وكراهية الموت. هنا العلاج. الخلل الذي أصاب الأمة الإسلامية اليوم هو حب الدنيا، الانقياد نحو الدنيا، طبعا كلنا نكره الموت، ولكن النبي يقصد هنا بقوله صلى الله عليه وسلم وكراهية الموت أي كراهية لقاء الله. أي إنسان مؤمن أو ملحد يكره الموت، ولكن انظروا إلى فيروس كورونا، أحدث رعبا لدى 7 مليارات إنسان على وجه الأرض، مرعوبين من مجرد مع العلم أن كل إنسان لن يموت إلا في أجله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. كل إنسان لديه أجل مكتوب عند الله، لا تستطيع، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب أنا كمسلم كيف أخاف من أمراض أو فيروس أو غير ذلك وأنا أعلم أن أجلي مقدر ومكتوب عند الله باليوم والدقيقة والثانية؟ ينبغي ألا يعني نحن نخاف من الموت ونكره الموت، ولكن نعلم أن هذا الموت حق، ولا ينبغي أن نكره لقاء الله. لقاء الله بعد الموت، لابد أن تموت حتى تلقى الله عز وجل. إذن عندما قذف في قلوبنا حب الدنيا والانشغال بالدنيا والانشغال بهموم الدنيا ومتاع الدنيا ومتطلبات الدنيا وزخارف الدنيا، أصبحنا نكره الموت. لماذا؟ لأن الموت يعني أنك ستواجه الحقيقة، ستدخل إلى قبرك وحيدا وستسأل عن كل ثانية ضيعتها من وقتك، أين ضيعتها؟ كل قرش أو مبلغ بسيط أخذته من أين كسبته وفيما أنفقته؟ ستسأل عن كل شيء. لذلك كلنا يعلم أن معظمنا مذنب، عاصي لله، بعيد عن الله، لذلك تجده يحب أن يتأخر أجله، وطبعا الأجل لا يتأخر. إذن أيها الأحبة، باختصار هذا الحديث فيه إعجاز علمي يشهد بصدقه عليه الصلاة والسلام، والإعجاز العلمي هنا من النوع الغيبي، نسميه إعجاز غيبي، أي يتنبأ بما سيحدث في الغيب أو في المستقبل. الشيء الثاني أن النبي وصف لنا واقعنا الذي نراه اليوم بدقة مذهلة. الشيء الثالث، وصف لنا المشكلة وهي حب الدنيا، الوهن هذا الذي هو قذف في قلوبنا حب الدنيا وكراهية الموت. إذا أردت أن تعالج هذه الظاهرة تصبح قويا، تصبح يعني خارج هذا الذي وصفه النبي بأنه غثاء كغثاء السيل، ينبغي أن تتوجه إلى الآخرة بقلبك وتفكيرك وعملك، وتبدأ بالعمل لليوم الذي ستلقى الله به، يوم لا ينفع مال
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العلم من يشاء من عباده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.